صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لوميير. نصبح عليكم بهذا النهار المبارك وبندعو للجميع السلامة والفرح والبركة في هذا اليوم. معنا ضيف عزيز علينا وعلى نورسات ومش غريب عليكم، أبونا وسام منصور مدير عام مدارس بطركية اللاتين في عمان. أهلا وسهلا وصباح الخير أبونا. صباح النور، صباح البركة والنعمة إن شاء الله للجميع. كيف كانت الطريق اليوم؟ لا الحمد لله أحسن، ما في كتير أزمة يعني، لأنه يوم الثلاثة بيكون بوسط الأسبوع وأزمة الشوارع صارت صباحا. طبعا الكل متوجه لعمله ومدارسه وشغله، فبرنامجنا الساعة 9 صباحا يعني صرنا نطلع قبل شوي كمان أربع ساعة، لأنه أنا طريقي كتير من جبيها باجي يعني بدنا كمان 40 دقيقة لقاء الناس وتصبيحهم بهيك برنامج بحرز أنه الواحد يطلع بكير. الله يسعدك يا رب، شكرا يا أبونا الله يخليك. طبعا نحن مشاريعنا وبرامجنا متتابعة ومستمرة مثل ما بتعرفوا، من قداديس ونشر للقداديس ونشر للنشاطات الكنسية في كافة الرعاية والعائلات الكنسية الموجودة في الأردن، وأيضا النشاطات الوطنية. وإحنا هلأ في زمن التحضير للمجيء ولمجيء سيدنا يسوع المسيح، الزمن هذا جدا جميل وعزيز على كل إنسان مسيحي وكل إنسان مسلم، حتى لأنه ولادة النبي عظيم ولادة يسوع المسيح اللي خلص شعبه، ولادة يسوع المسيح اللي حمل السلام للبشرية وللأرض. فكل النشاطات الكنسية اللي بتصير والمهرجانات اللي بتصير والأمسيات اللي بتصير واللي راح إن شاء الله نورسات يعني تواكبها وتتابعها وتنشرها إن كان بث مباشر أو كان تسجيل، لكن الوضع الوبائي عندنا بالأردن شوي صار على حافة، يعني المنحة صار دخل الموجة الثالثة، وكانت الإصابات مبارح سجلت 4300 تقريبا وعدد الوفيات بحدود 19، فصلحوني شباب إذا غلط 25 لا وصلت منيح العدد الوفيات. طبعا لازلنا منحذر والحكومة بتحذر وقوانين الدفاع بتصدر للحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وأيضا التعقيم، فلازلنا بهذه الأجواء وربنا يرحمنا برحمته للجميع. طبعا بكل العالم نتمنى الشفاء للمرضى واللي فقدوا أحبابهم، نقول لهم العزاء لكم ألف رحمة وسلام ونور على الجميع. أبونا اليوم إحنا حلقتنا عن يسوع، عيد يسوع الملك، وهو انتهاء الزمن الليتورجي العادي وبتدخل الكنيسة في زمن المجيء وهو زمن جديد يعني. نعم. بس هذا كمان على السنة، هذا بس يطبق على كنائس اللاتين كأني فهمت. الروم الأرثوذكس والكاثوليك في عندهم أزمنة مختلفة ورزنامة مختلفة قريبة مختلفة. نعم. رح نحكي بهذا الموضوع، يسوع الملك، عيد يسوع الملك، نعرف الناس عليه. بس تعطينا البركة في البداية أبونا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب نطلب منك قوة ومعونة الروح القدس، حل علينا على نفوسنا، يقدسنا، يقدس نفوسنا وأجسادنا، يطهرنا من كل دنس، ويساعدنا نقدم ذواتنا ذبيحة حية مقدسة ليسوع الملك، حتى نكون أبناؤه، أبناء الملكوت، أبناء الحق، أبناء القيامة وأبناء المحبة في هذا العالم. أمين. آمين يا رب. طبعا احنا بنصبح على كل الأشخاص اللي على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك اللي صبحوا علينا وعم بيرافقونا بأمنياتهم الطيبة في حلقتنا اليوم وفي صباحنا. فبنحكي لنائلة مطلوب ومنال النصيف سليمان وصباح جازين ومي حددين وأمل حبايبة وأمل السلمان وسامر القنصل وامفادي إيفون حتر وريما نصراوين. بنقولكم صباح الخير وكل اللي عم بيتابعونا على المباشر، وإذا في عندكم أي استفسارات لأبونا وسام خلال الحلقة بليز اكتبوا لنا أو اتصلوا فينا، أرقامنا على الشاشة موجودة. فأهلا وسهلا بالجميع ولكل ملاحظاتكم وتساؤلاتكم. أبونا، عيد يسوع الملك،
هذا العيد تخبرنا لماذا الكنيسة أقرت أنه يكون في عيد وباسم عيد يسوع الملك؟ شوف، عيد يسوع الملك إجا في زمن العالم كان بتصارع على رئاسة العالم. تذكري بداية القرن العشرين مع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لما صار الأقطاب العالم تتنازع مين سيد العالم، مين سيد الكون، فكان إعلان الكنيسة يسوع هو الملك الكون، وكان نشأة العيد في بداية القرن العشرين اللي أقرته الكنيسة ووضع في نهاية السنة الليتورجية، حتى نقول كل النعم وكل العطايا اللي أخذناها خلال هذه السنة الليتورجية هي من الرب ولمجد الرب. يعني بحياتنا، بمسيرتنا الروحية، اللي احنا لما بنذكر المجيء فالميلاد، زمن الصوم، الألام والموت والقيامة، زمن العنصرة، هو زمن نعمة، زمن عطية روحية نحن بنعيشه، بنكبر وبننمى فيه. فبالتالي في نهاية هذا العام، كل ما أنا لما أطلع على نفسي وعلى كل النعم والعطايا الروحية اللي أنا أخذتها، قادر أقول أمام عرش الملك أنه يا رب كل هذا منك وكله لمجدك. هذا الشيء اللي بيساعدني أنه أكبر، أنمو في الإيمان، حتى لما أبدأ سنة جديدة عم بحاول أنه هالنمو اللي أخذته، هالنعمة اللي أخذتها، أبني عليها حتى نكبر ونزداد نعمة على نعمة، زي ما أرادنا يسوع المسيح، نكون أبناء المجد، أبناء الملكوت، أبناء القيامة، اللي ملكوته مبني على الحق والحقيقة والمحبة اللي أراد أنه ينشرها في هذا العالم. أبونا، هل بتلاحظ أنه في بمعنى الروحي ليسوع الملك، هل عم بيتناقض مع التحديات الحياة ومواجهات البشرية من خلال الأمور أنت يعني عم نلاحظها حوالينا؟ أبدا. يعني كيف الإنسان بده يطبق هاي الروحانية مع الحياتي اللي عم بعيشها؟ شوفي، نزة الإنسان للكبرياء واضحة دائما ومن البداية. يعني إذا بنرجع لبدايات الصفحات الأولى من الكتاب المقدس، لما الشيطان تكلم مع آدم وحواء، قال لهم إذا بتاكلوا من ثمر هاي الشجرة بتصيروا آلهة، تميزوا بين الخير والشر. فنزعة الإنسان إنه يضع حاله مكان ربنا هي المشكلة الأساس اللي بتواجهنا. فوجود عيد يسوع الملك، ولما بنعرف إنه أنا وجودي بهالكون هو نابع من وجوده، نابع من مجده، وكل ما بحياتي هو بهدف لمجده، بهدف لإني أمجده في حياتي وفي كل أعمالي، هذا الشيء اللي بحررنا من تخوفاتنا من الزمن المحولينا. كل شر بهذا العالم بعيد عن ربنا، ما بقدر أقول إنه مصدر من ربنا، لربما ربنا يسمح بحدوث الشر أو بوجود الشر، ولكن هو مش نبع الشر، هو نبع الخير، نبع الشفاء. يعني أنا بطلب بصلاتي، بطلب من ربنا الشفاء، ما عمريش أنا بطلب العقاب ولا بطلب المرض لأي إنسان، ولكن بحياتنا نحن عاجزين كتير مرات عن عيش الاستسلام الكامل. لما نقول الرب راعي فلا شيء يعوزني، انه اؤمن حقيقة انه كل الامور تعمل معا لخير الذين يحبون الله. فبالتالي انا بمحبتي لربنا، بتمجيدي لإله، بقدر اسخر كل ما في هذا الكون انه يكون في خدمتي، حتى ولو كان الشر، ولو كانت الصعوبة، ربنا قادر انه يسخرها من اجلي ومن اجل خدمتي. أبونا، أحد الأسئلة اللي أثارها بعض الأشخاص على الصفحة إجتنا بعد نشرنا الإعلان عن يسوع الملك، في سؤال أثار هيك شوية اهتمامي، من ما هي أو شو هي مملكة الرب؟ هو ملك، وما هي المملكة؟ فالمملكة السماوية أم المملكة الأرضية؟ وجبت لي مثل أنه في تجربة يسوع على الجبل من الشيطان لما جربه، قال له أجعلك ملك لكل هالممالك. طب ما هو ملك، طب ليش يجعله ملك؟ لأنه هو مملكة الشيطان. فنقدر نرد على هاي الاستفسارات. نرجع لكلام يسوع مع بيلاطس، لما سأله أأنت ملك؟ قال له ليست مملكتي من هذا العالم، ولو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عني جنودي. قال له فأنت ملك؟ قال له نعم أنا ملك، وما ولدت وأتيت العالم إلا لأشهد للحق، فمن كان من الحق يصغي إلى صوتي. نعم. إذن ملكوت المسيح هو ملكوت الحق، ملكوت البر،
ملكوت القداسة. وين ما وجد الحق والبر والقداسة فهناك ملك يسوع. نعم. بالتجربة قال له الشيطان بعطيك المملكة لأنه كان هو حاكمها. نعم. حاكمها بكبريائه، حاكمها بتجربته، حاكمها بخطيئة. ولا زي الحاكمها يا أمونا. فبالتالي ملكوت المسيح بمتد فيي. نعم. أنا ابن الملكوت، أنا إذا كنت بعيش بملكوت الحق، ملكوت البرارة، وملكوت القداسة، بكون شعاع لمجد المسيح على هاي الأرض، وامتداد لملكوت المسيح على هاي الأرض وين ما كنت. فملكوت المسيح بمتد فيي، بمتد فينا، بمتد بالكنيسة، بخدماتها، بمؤسساتها، بكل شيء بتعمله. هذا الشيء اللي بيخلي امتداد ملكوت المسيح يروح لكل مكان، وشعاع مجده ينتشر في كل مكان من خلالنا، من خلال تقديسنا، أنه أنتم الذين بالمسيح اتمتم المسيح قد لبستم. نعم. فمجد المسيح بيظهر فيه. نعم. ملكوت المسيح يظهر فيه. نحن شعب ملوكي، نحن شعب كهنوتي، نحن شعب نبوي. فبالتالي أنا كمؤمن، أنا كمسيحي، أنا كمكرس، أكون شعاع لمجد المسيح وين ما كنت. وهذا هو امتداد ملكوت المسيح. نعم. اللي بيقدر ينتشر حتى وسط ممالك الشر الموجودة في هذا العالم. يعني الإنسان بيقدر إنه هو يقرر وياخذ الاختيار إنه من يجعله ملك على روحه. 100%. فالإنسان اللي عم بيعيش في الخطيئة بيجعل مملكته مش بالعالم، زي العالم الآخر والعالم اللي يملكه الشيطان. فهو في مملكتين، مملكة السماوية أو مملكة الحق، ومملكة الباطل اللي يرأسها الشيطان. أنا ما بميل إنه أسميها مملكة الشيطان، لأنه الشيطان لا يملك شيء. نعم. نحن اللي منسلم نفوسنا، بنجعله. نعم. نحن اللي منعطيه، لأنه نحن ملك ربنا ونحن من ربنا، ولكن في استسلامنا للشيطان بنصير ملك للشيطان. نعم. وبالتالي هو بالأساس ما عنده شيء، ولكن نعم. الخذلان اللي نحن منعيشه مرات، والتركنا للنعمة، تركنا لمجد ربنا، لقداسة ربنا، هو اللي بيخلي منا أنه نكون نحن أرض للشيطان أو ممتلك للشيطان. أبونا كيف نقدر إحنا نعمل، كيف نقدر من نخلي يعني نخفف رقعة سلطان الشيطان على هالممالك؟ إذا بدي أقول إنه الشيطان له مملكة، أنت بتقول إنه ما لهوش مملكة، لكن إحنا عم مؤخرا عم نشوف إنه الشيطان له سلطان أكبر صار نتيجة طبعا عدة أسباب. فنحن كيف بنقدر إنه نخلي ونحدد مملكة الشيطان ونقلل من هذه الرقعة الشاسعة اللي عم بيعيث فيها الشيطان فسادا؟ كيف أنا كمؤمن بقدر أساعد بهذا الشيء؟ يعني ما أطلعش على مساعدات يعني بشكل كبير، يعني الكنيسة عم بتساعد، الفاتيكان عم بيساعد، رؤساء الكنائس الأخرى كمان عم بيحاولوا، لكن أنا كمؤمن هلا صار الدور علي، خاصة مع رسالة قداسة البابا بسينودس 2023، ترك الكرة بملعب المؤمن. أنت ماذا تريد؟ يعني أنا بقول دائما الرسالة بتبدأ منا. نعم. كل واحد بيقدر يبلش من نفسه. لما أنا ببتدي بنفسي وبقدر من خلال شهادتي انه انا اقدم نموذج للاخرين، يعني عالم اليوم مش بحاجه لكلام. نحن نعم. ككهنه بنكرز كثير، نعم، بنحكي وبنوعظ وبنعمل محاضرات، ولكن بقول الكرازه والمحاضرات ما بتاثر بقوه المثال الحي اللي موجود في المجتمع في العالم. نعم. يعني انا كموظف، انا كطالب، انا كدكتور، كمهندس، أنا وين ما كنت، إذا أنا بعيش مسيحيتي بالشكل الجميل وبالشكل الكامل، أنا بكون نموذج حي موجود في وسط المجتمع، وقادر. نعم. إني أعطي تأثير أكبر من كرزة أكبر خوري أو أكبر حدا ممكن إنه يحكي أو يحاضر عن الحياة الروحية، لأنه الناس بحاجة اليوم تشوف أكثر من ما إنها تسمع. نعم. بحاجة لمثال حي، لمثال واقعي اللي من خلاله تشوف إنه اللي بنحكى ممكن يتطبق، ممكن حدا يعيشه. نعم. فهذا الشيء اللي ممكن نحن بالفعل نركز عليه، انه شهادتنا الشخصية، نحن قديش قادرين نقدم مثال حي للإنسان المسيحي. نعم. شو معنات وجود شهادة مسيحية او انسان مسيحي في عالم مجتمع اليوم؟ لانه هو اللي بيأثر، هو اللي بيقدر انه بالفعل ينشر هالروح الحية وهالنفس الطيب اللي يكون موجود دائما موجود حواليه. نعم. طبعا احنا كمان ابونا
بنرجع لصباحات الأصدقاء قبل ما ناخد اتصال أبونا فرح يحجزينا للشباب عم بيحضروه. فطبعا الجميع ثائر مزرع الغادة عكروش، بصبحوا عليك أبونا ماجد البير. يسعد صباحكم. تعال يا يسوع واملك على قلبي واجعل من الجميع أحبائي، أنا أريدك في حياتي. هلا لطفي ويزن مصاروي وبردي فؤاد وأحمد الزعبي ومها شعبان ونادية المعايطة، I think أول شيء نادرة حداد، صلحيني يا نادرة، عفاف سماوي وأيضا ربيع حداد ونهى عيسى وسونيا فارس وهنا سويس حريص. أنا عم بوعدكم إني أصبح عليكم اسم اسم، إذا فاتني أسماء أنا بعتذر، بس عشان ما نضيع الحلقة ونستفيد أكثر من حكم أنا والرسالة الروحية من هاي الحلقة اللي نحكي عن يسوع الملك. الاتصال جاهز ريمون؟ أوكي أبونا، هلا أنت تخبرنا عن أنت مدير عام مدارس البطركية، كيف وضع المدارس حاليا بعد مرور يعني تقريبا راح يمر سنتين على الوضع الوبائي، وأكيد المدارس تأثرت. قبل ما نجاوب معلش ناخذ اتصال أبونا فرح. صباحك نور أبونا فرح حجازين، صباحكم خير راعي كنيسة وبركة. رميمين، هينا صلحناه بطلنا صفوت. صباحكم خير الله يسعدك وسام كمان، الله يخليك الأخور ربنا الحبيب يسعد صباحك، الغالي، وربنا يوفقه في كل رسالته خصوصا رسالة إدارة المدارس. الله يخليك يعني ربنا. هذا صليب كبير، وربنا يعطيه النعمة والقوة أنه يحمل المسؤولية. كمان صباح خير بنو خاص الأخت باسمة اللي هي كمان تتحمل مسؤولية كبيرة وبحاجة إلى نعمة أكبر. الله يسعدك، وإحنا على استعداد للتعاون دائما. تسلم أبونا، تسلم. صباحك نور يا أبونا، وإحنا حديثنا اليوم في حلقتنا عن يسوع له المجد، كيف بيملك على قلبنا يسوع، عيد يسوع الملك إحنا بنحتفل فيه في هذا الزمن اللي هو نهاية الرزنامة الليتورجية في الكنيسة اللاتينية وبداية رزنامة جديدة في زمن المجيء والتحضير للمجيء. فيسوع الملك، تعطينا هيك نبذة عن هذا العيد، عن محتوى، عن فحوى، عن معناه الروحي للإنسان. إن شاء الله. ببدأ بقول ما يلي، أنه هذا العيد وضعه قداسة البابا بيوس الحادي عشر عام 1925 ليلفت انتباه المسيحيين إلى وجوب تمليك المسيح على الأفراد والجماعات والمجتمع في زمن قويت فيه شوكة الشيوعيين الملحدين الذين نفوا وجود المسيح وحاربوا الكنيسة. فإذا كانت الكنيسة قد جعلت عيدا خاصا يسوع الملك، فذلك لكي ترسخ في أذهاننا هذه الحقائق الثلاثة: يسوع ملك، ثانيا ملكه روحي، وثالثا أنه لن يكون لملكه انقضاء. إذا سنتحدث عن هذه الأمور الثلاثة. أولا يسوع ملك، نجد هذه الحقيقة في الكتاب المقدس. أولا عندما بشر الملاك مريم العذراء قال لها أنها ستكون أما لابن العلي الذي سيوليه الله ربنا عرش أبيه داود، فيملك على بيت يعقوب أبد الدهر ولن يكون لملكه انقضاء. ثانيا لما جاء المجوس يسألون عن يسوع في أورشليم قائلين أين الملك الذي ولد، فقد رأينا نجمه طالعا فجئنا لنسجد له. ثالثا نظر الناس ليسوع نظرة ملك، أبونا بس لو متسكر عندك التليفون أو إذا فاتح الفيسبوك. سوري نعم بسيطة. ثالثا نظر الناس ليسوع نظرة ملك بعد أن سمعوا تعاليمهم وشهدوا عجائبهم، وبعد عجوبة تكثير الخبز هموا باختطافه ليقيموه ملكا، فابتعد عنهم وعاد وحده إلى الجبل. رابعا نادى الشعب به ملكا يوم أحد الشعنين،
حين دخل أورشليم وراح الشعب يهتف قائلا تبارك الملك الآتي باسم الرب. خامسا اعترف هو نفسه أمام بيلاطس لأنه ملك. حين سأله هذا الأخير أأنت ملك إذن؟ أجابه قلت أنت أنا ملك. سادسا وأخيرا علق على الصليب. وضعوا فوق رأسه علة الحكم عليها كتب هذا يسوع ملك اليهود. وراح الصالبون يسخرون منه قائلين إن كنت ملكا فخلص نفسك. لكن لص اليمين اعترف به في تلك الساعة الحاسمة ملكا وطلب منه أن يدخله ملكوتهم. اذكرني يا رب إذا ما جئت في ملكوتك. ثانيا يسوع ملك ولكن ملكه روحي. هذا هو موضوع الخلاف بينه وبين بني قومه. أرادوه ملكا زمنيا فكان ملكا روحيا. وقد أوضح لسامعيه أنه أرسل ليبشر بملكوت الله الذي فيه الأولون آخرون والآخرون أولون. الأولوية فيه للفقراء والمساكين والمرضى والخطأ. روح الرب علي لأنه مسحني وأرسلني لأبشر الفقراء وأبلغ المأسورين إطلاق سبيلهم والعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين. هذا الملكوت الذي فيه الأولوية ليس لقرابة الدم بل لقرابة الروح. اليهود المتباهين بانتمائهم إلى سلالة إبراهيم قال إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ولأولئك الذين يقولون له إن أمك وإخوتك ينتظرونك في الخارج أجاب إن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به. هذا الملكوت الأولوية فيه للمتواضعين للمتسامحين لأنقياء القلوب للأغنياء بالله وليس بالملابس والمال. لقد كان صريحا إلى أبعد الحدود يوم وقف أمام بيلاطس وقال لهم ليست مملكتي من هذا العالم ولو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عن رجالي لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن مملكتي ليست منها هنا. ثالثا لن يكون لملكه انقضاء. خلق الله الكون ومنذ ذلك الحين والكون يطيع أوامر الله بدون استثناء. لكن خليقة واحدة لا يزيد طولها عن مترين أحبها الله وخلقها على صورته وفداها بدمه وأطعمها جسدا تتجرأ وترفض الخضوع إلا على وهي الإنسان. نعم الإنسان وحده يرفض ملك الله. قال اليهود لا نريد أن يملك يسوع علينا. وكذلك الإنسان الجاهل على مثال اليهود يرفض الخضوع لملك المسيح ويعتقد أنه بذلك قد تحرر ونسي بأنه قد أصبح عبدا للخليقة عبدا للخطيئة على مثال الابن الشاطر الذي اعتقد أنه تحرر عندما ابتعد عن بيت أبيه فكانت النتيجة أنه انحدر إلى الهاوية. اعتقد أنه سيجد سعادته بعيدا عن ملك المسيح فلم يجد ولن يجد إلا الشقاء. إذا جاء السيد المسيح لكي يحرر الإنسان من عبودية الخليقة عبودية الخطيئة ويعيد إليه السعادة وها هو من على خشبة الصليب قد بدأ بتحرير لص اليمين عندما وعده بمكافأة الملكوت. نعم إن نفس لص اليمين هي أولى ثمرة قطفها السيد المسيح من سفك دمه. وسوف يبقى السيد المسيح يملك يوما بعد يوم على هذه النفوس ولن ينتهي ملكه ما دام هناك بشر على الأرض. سيستمر يبدل نفسه مرة ومرات حتى يستطيع أن يقول لكل نفس حتى آخر نفس على الأرض ما قاله يوما للص اليمين اليوم ستكون معي في الفردوس. إن سعادة الإنسان على الأرض أن يكون السيد المسيح في قلبه وسعادة الإنسان في الآخرة أن يكون هو في قلب السيد المسيح. أعيد هذه الجملة المهمة إن سعادة الإنسان على الأرض أن يكون السيد المسيح في قلبه وسعادة الإنسان في الآخرة أن يكون هو في قلب السيد المسيح. فطوبى للإنسان الذي يقبل المسيح ملكا عليه في هذه الأرض لأنه يستحق أن يسمع كلمات المسيح المعزية له أيضا في نهاية العمر أن اليوم ستكون معي في الفردوس. أمين يا أبونا.
الله. آمين. وشكرا لك يا أبونا يعني على هذا الشرح الواضح والكامل والمتكامل. دائما نعم. يعني أبونا فرح بهيك بيعطينا هالزبدة في المواضيع بطريقة جدا رائعة أبونا. خبرة ف سنين. طبعا خبرة سنين فمش غريب عليه لأبونا فرح. شكرا لك يا أبونا إن وشاكرين شاء الله خلاص وجودك بنشوف معنا في هذا ولنبيك على خير. الصباح. شكرا لك، نهارك مبارك. شكرا لك شكرا. والله معكم. في مقطع أبونا حابين إحنا نعرضه من فيلم غرامة الفقر، وبتحكي عن ملك الملوك، فحابين نعرضه كمان لإعادة هيك الفقرة المؤثرة بين أب هو من الجنسية المصرية وبنته، طبعا عايشين في الأردن، هي طبعا من واقع الحياة في الأردن ومن واقع كمان هاي البنت طالبة في المدرسة، وكيف الطالبات أوقات والولاد بالمدارس بتعرضوا أوقات للتنمر لأنهم فقراء، يعني الإنسان فقير المادة وليس فقير الروح، ممكن يكون غني وأغنى من يعني اللي بيكونوا أغنياء المادة. فحابين نعرض هذه الفقرة لأنها بتحكي كمان عن موضوع الفقر. شباب جاهزين؟ نعم. أنا قادر أتحمل لأني عارف أنا مين. عايزة تعرفي أنا مين؟ تمام. أنا ابن ملك الملوك، وميراثي مش هنا على الأرض، ميراثي في الملكوت في السماء عند يسوع الملك اللي سايب لي حصة هناك، والحصة دي بالنسبة لي أغلى من كل كنوز العالم اللي الناس بتتباهى بيها على الأرض. اللي زيي يا بنتي مملكته سماوية مش أرضية، وحتى أبويا الملك لما جه على الأرض أسس لي مملكة سماوية مش أرضية، وزي ما أبويا الملك اتصلب طلب من كل حد فينا إنه يحمل صليبه ويلحقه، وإن كان صليبنا هو فقرنا فبيجي إيه الصليب ده قدام صليب مات عليه شخص بريء، شخص ما عملش ولا خطية في حياته، وكل اللي عمله هو إنه حبنا قوي. أنت بتقولي إن الناس مش بتحترمك والناس بتعاملك وكأنك حشرة، طب عمرك فكرتي بقيمتك في عيون يسوع؟ لا ما عمري فكرت. أنا هساعدك تعرفي قيمتك في عيونه. تخيلي إنك في بيت والبيت ده ولعت فيه نار، وكنت أنت لوحدك في البيت هناك، أي حد ممكن يفوت ويحاول ينقذك هيعرض حياته للموت، وكنت انا بره البيت بتفرج عليك وانت بتتحرقي. تفتكر ان انا هفضل واقف مكاني وما اتحركش، ولا انا هدخل واعرض حياتي للموت؟ لا بابا انت كده كنت رح تدخل تعرض حياتك للموت وما تتركني. طب ليه انا كنت هدخل واعرض حياتي للموت علشانك؟ لاني انا بنتك وانت بتحبني، ولانك بتحبني مستعد تضحي بحياتك عشان تنقذني. وده اللي انا كنت عاوز اوصلهولي، لو انتي مش غالية على يسوع وانتي مش بنته اللي بيحبها من كل قلبه، كان ليه حينزل الارض ويعرض حياته للموت عشان انتي تعيشي؟ ايه اللي كان يجبره على ده؟ ما كان فضل قاعد في الملكوت بيتفرج عليك وانتي بتهلكي. لكن لانك بنته، لانه انتي الكبيرة قوي بالنسبة له، لانه بيخاف عليك وبيحبك من كل قلبه، مات علشانك، وقبل ما يموت شتموه وجلدوه وبزقوا عليه واهانوه، بعد كده علقوه على الصليب. كل ده ليه؟ لأنك غالية عليه ولأنه بيحبك. عمرك شفت حب أعظم من الحب ده؟ ومن مين؟ من ملك الملوك؟ ملك الملوك شايفك بنته وانت لسه بتحس بالإهانة؟ لسه بتفكري ان الناس بتتفرج عليك باحتقار وانك انت مش قادرة تتحملي الموضوع ده؟ روحي يا بنتي ارفعي راسك بين الناس، إذا كانوا هم أولاد الوزراء والنواب والدكاترة والمهندسين ورجال الأعمال فأنتي بنت ملك الملوك. اوعى تاخدي قيمتك من الناس، وكوني واثقة إنك بنت صاحب أعظم سلطان في العالم. تقربي منه وحبيه من قلبك، هتلاقي عنده الكرامة وهتلاقي عنده القيمة وهتلاقي عنده الحب، وهو بس اللي قادر يغنيك عن حب الناس ليك. أداء شبيبة الأردن للدراما المسيحية اللي بنحييهم، يعني كان الممثل هذا جوني جبرة وبنته اللي مثلت الدور كمان من دار نصر،
ماريا نصر. نعم ماريا نصر. فكان المقطع حبيت اني يعني هيك اعيد احيائه، لانه في عن جد رساله جدا جميله، خاصه من طالبه بتتعرض للتنمر بفقرها من المدارس. طبعا احنا صار هلا مع وضع، كنا عم نسال وقبل الاتصال مع ابونا فرح جازين، انت كمدير عام المدارس كيف وضع المدارس بالبطركيه؟ ولما بنحكي مدارس يعني انا بعتقد انه كل المدارس خاصه التابعه للقطاع الخاص الكنسي، فكيف الوضع العام ابونا؟ انا يعني بحب استغل منبر نور سعد حتى احيي كل العاملين بمدارسنا. نعم. لأنه بالفعل عم بمروا بوقت صعب جدا. نعم. يعني هم تحت ضغوط كبيرة، يعني الوباء والخوف اليومي اللي عم بعيشوا فيه، إعادة الترتيب اليومي. يعني انت نعم. عادة بالمدرسة بتحطي برنامج تمشي عليه الفصل كامل، تمشي عليه سنة صحيح. كاملة. هلا يوميا في تغييرات، في معلمة غايبة، في معلم مصاب، في طلاب غايبين، في صف دا حول مخالطين مخالطين. يعني المعركة اليومية اللي عم بعيشها نفسيا قبل أي شيء آخر ثقيلة جدا. تحديات يومية إن كانت على المدرسة أو على المعلمين. فهاي التحديات تستاهل منا إنه نوقف جنب مدراءنا، مدرسينا، معلمينا، حتى نساندهم في سبيل إنه نتمم الرسالة حتى نوصل العلم لأولادنا. نعم. التعليم رسالة قبل ما يكون مهني. نعم. يعني المعلم هو صاحب رسالة، ووجوده في المدرسة هو بيحقق هاي الرسالة اللي أعطيها ربنا، ومدارسنا عملت على أنها توصل هاي الرسالة للجميع. نعم. والفقير قبل أي إنسان آخر. وحاولنا دائما من بداية، من قبل 150 سنة من أول ما تأسست مدارس البطركية، ونحن عم نشتغل على هاي الرؤية وهاي الرسالة، أنه يوصل التربية والتعليم لكل إنسان. حلو. وخاصة الإنسان الفقير والإنسان المحتاج. فبكل مدارسنا احنا مشينا بهذا المنهج، وحاولنا خلال الجائحة أنه نحافظ على الجميع، على الطالب وعلى المعلم بنفس الوقت. يعني حاولنا أنه ما نقصر لا بحق معلمينا وبحق طلابنا، حتى بالفعل تضل هالمسيرة ماشي وهالرسالة توصل حتى أولادنا يكبروا بالإيمان ويكبروا بالعلم ويكبروا بالتربية اللي نحن أردنا أنه نزرعها فيها، ونلاقي في المستقبل إنسان، أول شيء إنسان مسيحي، مواطن صادق، قادر أنه يخدم بلده وينتمي لكنيسته بالشكل الصحيح. نعم. هذا الشيء اللي عم نحاول نعمله من خلال رسالة مدارسنا ومن خلال المسير اللي عم نسوي. عم بيكون الموضوع كتير صعب، كان على مستوى الوباء وكان على مستوى المادي، ظروف الناس صعبة، مش الكل عم بيقدر يساهم، العجوزات عم تكبر لأنه التأخير عم بيكون كتير مرات بالمشاركة، بالمساهمة بالأقساط أو بهاي الأمور. نعم. وهاي الفجوات بحاجة لمتابعة مستمرة حتى نقدر أنه نغطيها ونكمل خدمتنا ورسالتنا اللي بلشت زي ما قلت لك قبل 150 سنة، وإن شاء الله بنعمة ربنا وبقوته بتستمر وبتكمل دائما. فعلا أبونا في البداية توجهت أنت في التحية لكل المعلمين، فعلا هن يستحقون التحية، خاصة كمان أنه استمرار رسالتهم كانت لما طلب منهم التعليم عن بعد، وكان هذا التحدي انه التعليم عن بعد اللي احنا مش متعودين على هذا النظام ولا طلابنا متعودين على هذا النظام، لكن كفوا وكملوا الرسالة ورسالتهم التعليمية. الآن مع التعليم الوجاهي وزيادة عدد الإصابات عم نسمع من هون وهناك انه في نسبة كمان من الإصابات بين الطلاب، وفي مخالطين، في عم بيجيبوا حتى الطلاب الإصابات على بيوتهم. سمعت كثير عائلات بقول لك من ابني طلع إيجابي، لكن الحمد لله يعني ما فيش حالات صعبة من هذه الإصابات، لكن نحن على البروتوكول المتبع أنه حجر للعيلة نفسها أسبوعين تقريبا، عشان لا يرجع الطالب لازم يكون عنده فحصه السلبي. وهلا معلمين كمان، يعني الطلاب عم ينقلوا للمعلمين كمان، هذا التحدي كبير، فمنوجه لهم عبر نور سعد ما تفضلت ألف تحية وسلام، وفعلا يعني ترفع لكم القبعات لاجتهادكم خلال هالفترة، لمحبتكم، لتواصلكم بالرسالة مثل ما حكى أبونا، رسالة قبل ما تكون مهنة. في تضحية حقيقية. نعم. يعني الإنسان بالفعل تضحية يومية. بالضبط. نعم. يعني يوميا أنا بروح على عملي زي اللي رايح على معركة. معركة. يعني بده يكون جاهز بكل
بكل المجالات. نعم. النفسية، المعنوية، نعم. التربوية، لأنه في كتير للأسف من الأهالي حتى ما بتفهموا، ما بتقبلوا، ما بتعاونوا بالشكل الصحيح، وهذا بيكون ثقل أكثر على المدير وعلى المعلم في المدرسة. لما أنا بعرف أنه في عندي حالة في البيت، حرام أبعت ابني. نعم نعم، يعني لازم نعم أفكر بغيري حتى لو مش ظاهر عليه العوارض. مثلا مثل بيقول لك ما ماله شيء، يعني قاعد مثل ما تأخذني على الوصف، بيقول لك مثل قرب بالبيت بوجي، وين أنا مثلا عاملة أو بشتغل أو كذا، فبيبعتوا أولادهم وهن مصابين فبيصيبوا أولاد آخرين. بس هون الخطر أبونا للي ناس، مثلا ممكن طفل يروح على بيت سيده أو جده كبار بالعمر ينقلوا للمرض. عشان هيك أنا بقول لك أنه المرحلة شكلت عبء كبير. نعم. على المدراء والمعلمين، واللي بالفعل هم بحاجة لتعزيز من كل المجتمع. نعم. لأنه نعم عم بيقوموا بأعظم رسالة في أصعب وقت. نعم. اللي يحافظوا بالفعل، نحن شفنا قديش التعليم عن بعد أثر على نفسية أولادنا. نعم. كيف لما رجعوا للمدارس الوضع والأجواء والنفسية اللي كانوا عم بيعيشوا فيها. نعم. ما كانت نفسية سليمة بالمية. نعم. فلا، وجود الطالب في المدرسة عامل أساسي لنموه الصحيح ولا تطوره الأكاديمي والتربوي والنفسي. نعم. بكل الأبعاد. نعم. فبالتالي نحن عم نعمل جهد كبير ومعركة كبيرة في سبيل الحفاظ على هذا الجو وهذه البيئة، حتى نحافظ بالنهاية على صحة أبنائنا النفسية والتربوية والعلمية إن شاء الله. كل الكادر التعليمي مطعمين، وأيضا شهاداتهم شهادات. نعم. المطعوم. نعم. كلها. هلأ في بعض الحالات الاستثنائية، ولكن بالمجمل يعني عم نقول فوق 95% كل ماخذين المطاعم. نعم. في معنى اتصال مع من الدكتور جلال، مثل ما سمعت شباب، تفضل. حلو. صباحك نور دكتور، كيف حالك؟ هلا، صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح الخير يا أبونا منصور. هلا بيك، أهلا وسهلا. بدي أذكر حضرتك وأذكر المستمعين بأنه قبل ميلاد السيد المسيح الفعلي الجسدي 600 سنة، أشعيا النبي وزكريا النبي قالوا وذكروا كلمة الملك العادل القوي. نعم. وهذا يعني أن كلمة ملك، لأنه سؤالكم أنتم حول من إجت كلمة الملك. نعم. جاءت قبل 600 أو 700 سنة أو 1000 سنة حتى القديم. من ميلاد السيد المسيح الفعلي، مما يعني أن كلمة الملك أي يملك على الأرض، بدليل المزمور اللي قال قم يا إلهي واحكم على الأرض لأن حكمك عادل وقوي. حلو. من المزمور، أي بمعنى آخر باختصار أن كلمة الملك لم تجي اعتباطا، إنما قالوها أنبياء بني إسرائيل قبل 600 أو 700 سنة. نعم. ثم جاء اللي ذكره أبونا منصور، واللي ذكره أبونا حجازين، واللي قالوه كلهم، وجاء على لسان السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كنت ملكا لكان انتشلوني كذا عسكري وهكذا. يعني إذا كلمة الملك ليست مفتعلة وإنما جاءت من الأزل. شكرا لك يا دكتور على المداخلة. شكرا. الله يخليك، ربنا يباركك. أبونا نكمل بخصوص التحديات أيضا اقتصادية كمان واجهت المدارس. أنتم مضروبين دائما بحجر كبير، أنكم أنتم بتكفوا وبتوفوا، والمفروض أنكم أنتم كمان أنه تقوموا في مساعدة العائلات، خاصة المتعثرة اللي مش قادرة تسدد مثلا رسوم الطلاب أو رسوم المدارس أو الرسوم اللي مفروضة عليكم. هلا اللي بيحكي انه ليش بياخذوا رسوم، طبعا بدهم ياخذوا رسوم، عندهم موظفين، عندهم معاشات، عندهم مصاريف اداريه، عندهم ضمان اجتماعي، ممكن كمان عندكم من برنامج التامين الصحي. فايضا يعني انتم كاي مؤسسه تربويه، كاي مؤسسه بتحتاج كل هاي الميزانيات او المصاريف. مزبوط انه معروف انه المدارس الكنائس البطريركيه بيجيها دعم من الخارج، لكن هذا
لا يكفي، فكيف انتو عم بتكفوا عم تقدروا تستمروا مقابل هالتحديات اللي زادت أضعاف أضعاف خاصة بفترة كورونا؟ شوفي، أولا وأخيرا المسيرة بعناية ربنا. نعم. هلأ العناية بتستخدم البشر وبتستخدم الوسائل المتاحة الموجودة، يعني ربنا بيعمل من خلالنا، ما رح تكون المعجزة مباشرة. نعم. ولكن ربنا بيعمل من خلالنا. نعم. وزي ما قلتي، مدارس البتراكية من تأسيسها لليوم هي اشتغلت لحتى تخدم الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة وتغطي كل احتياجات، وكان دائما في نوع من الدعم الخارجي اللي يساند ويؤيد رسالة البتراكية ومدارس. نعم. البتراكية. ولكن ما بدنا ننسى انه الجائحة هي عالمية. نعم. مش عنا يعني. نعم. الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر نحن فيها بمر فيها كل العالم. نعم. فكل أصحاب الأيدي البيضاء واللي عم بعطوا واللي كانوا عم بيساندوا بيقدر يعطي، ولكن بحدود، والاحتياجات صارت أكثر بضمن ازدياد أعداد الطلاب والعائلات اللي ما عم تقدر تسدد وما عم تقدر تساهم بدفع الأقساط، صارت الهوة أكبر وصار العجز. نعم. أكبر. نعم. هذا الشيء اللي خلانا نفكر وندور على دائما موارد أخرى. نعم. ومصادر أخرى حتى نقدر نغطي العجزات الموجودة ونساعد الناس الأحوج دائما للمساعدة. وهون بحب أركز دائما أنه لربما مرات كتير شعبنا تعلم أنه يأخذ ما يساهم. نعم. يعني دائما بقول لو أنا معي الفلس الأرملي البسيط، هي حطته وكل اتكالها انه ربنا بيدبر. نعم. انه انا مش عايشة بالفلس اللي انا حطيته. نعم. وانما انا عايشة بعناية ربنا. نعم. وساهمت اعطت مع انه. نعم. محتاجة. نعم. ولكن اعطت. نعم. وبعطائها ربنا ببارك. نعم. فنفس الشيء انا مهما كنت انسان فقير، مهما كنت انسان محتاج، انا بساهم وبعطي. نعم. ولو كانت دفعة بسيطة جدا بشكل شهري بشكل مستمر، إيمانا مني أنه هاي المؤسسة اللي عم تخدم ابني وعم بتربيه وعم بتعلمه هي بتستاهل مني كل دعم، بتستاهل مني كل مساندة حتى تكمل هاي الرسالة بابني بولادي وبولاد غيرنا. نعم. حتى لأنه هاي المؤسسة بالنهاية هدفها خدمة المجتمع بشكل عام. نعم. والنهوض بتعليم وتربية أبنائنا حتى نخرج لوطننا الحبيب أبناء ومواطنين صالحين. نعم. بكل المجالات. نعم. نحن مدارسنا فيها المسيحي وفيها المسلم. نعم. فأنا بعلمه أنه يكون زي ما قلت لك إنسان، إنسان كامل بكل المعاني، يعرف إنسان، يعرف خالقه، يعرف ربه كان مسيحي وكان مسلم، يعرف إيمانه، يعرف انتمائه الديني وأيضا انتمائه الوطني اللي بيجذبه لهذا الوطن ولهي الأرض المقدسة. نعم. فهذا الشيء اللي بحاجة منا كلنا أنه نتساند. نعم. ونتعاون مع بعضنا البعض. يعني ما رح تيجي المساعدات من برا هيك بشكل تدفق، يعني خلينا نقول، لأنه الأزمة الموجودة عندنا موجودة عندهم، والصعوبة الاقتصادية عالمية. نعم. مش موجودة فقط في الأردن. نعم. فنحن بنعمل كل جهدنا حتى نغطي هاي الفجوات المالية. نعم. الموجودة حتى نحافظ على رسالتنا بأعلى المستوى وأعلى جودة اللي نقدر نوصل لأولادنا بالطرق والاحتياجات اللي هم بيحتاجوها. نعم. هلا ابونا، في بعض المبادرات اللي قمتوا فيها ك يعني مؤسسه تعليميه لجلب، يعني مثل ما قولوا فندريزنج لجمع التبرعات. نعم. تحثوا الناس لجمع التبرعات، وعده مبادرات ان كانت تعملوا مثلا أسواق ميلادية، تعملوا أمسيات، تعملوا، ومؤخرا أنتوا عاملين أمسية يعني على مستوى كبير، أنكم جايبين ماجد الرومي كمان، وماجد الرومي مش غريب عليها أنها تيجي تعمل أمسيات لدعم بعض المؤسسات المسيحية وين مكان. فتخبرنا عن المبادرة. يس. لأنه صار في كتير انتقاد على هذا الموضوع مؤخرا من الأشخاص، خاصة انه في كنيسة وجاية وفي بطاقات واسعار والى اخره، فكيف نقدر نرد على هاي التساؤلات جميعا؟ شوفي، اولا ناخذ المنطلق من شخص السيدة ماجدة الرومي. نعم. السيدة ماجدة الرومي بكل لقاءاتها
بتحسي بإنسانيتها الراقية، نعم، وروحانيتها العالية. نعم. يعني نحن ما عم نجيب أي إنسانة نحطها بالكنيسة ونعمل أمسية حتى نعمل هالعطاء. يعني نفس العطاء والخدمة اللي عم تعطيها سيدة ماجدة موجودة عندها من سنين، وهي بتعمل نفس هاي المبادرات في لبنان على مدى سنين طويلة وأيضا داخل الكنيسة. صح. فلهذا السبب نحن بادرنا بأجواء عيد الميلاد، أجواء المحبة، أجواء العطاء، أجواء الشعور بالآخر. يعني ما في أجمل من عيد الميلاد، إنه الإنسان لما كان يسوع هو هدية الله للبشرية، نحن نفكر كمان في بعضنا البعض، لأنه طالما الله صار إنسان وتجسد وصار مثلنا، إذن هو حاضر في كل إنسان محتاج وكل إنسان فقير. وهذا اللي قلنا، كنت جائعا فأطعمتموني، عريانا فكسوتموني، غريبا فأويتموني. فأنا أي عمل عم بعمله عم بقدمه خدمة للفقير. فوجود الأمسية في الكنيسة زي باقي الأمسيات. يعني نحن بعيد الميلاد عادة كل جوقاتنا، كل مرتلينا بعملوا هاي المبادرات، ولكن نحن حبينا أنه هاي المبادرة تأخذ طابع العطاء، بحيث أنه نجمع بعض الأموال من خلالها اللي تدعم الطالب المحتاج. نعم. بطريقة فيها كرامة، فيها نوع من لمسة المحبة اللي أنا عم من خلال الأشخاص الأيدي الخير الموجودة في البلد. أنا لما باجي عم بحضر الأمسية مش فقط بستمتع بترتيل، مش فقط عم بستمتع بصوت السيدة ماجدة الرومي، وإنما أنا بنفس الوقت أنا عم بعمل خير، وأنا عم بساعد طالب إنه يكمل دراسته ويكمل علمه ويكمل مسيرته التعليمية. نعم. فكانت هذه الروح اللي نحن أردناها، والكنيسة هي بيتنا اللي بيجذب كل، يعني بيجذب كل احتياجاتنا. يعني نحن كل أحد بالكنيسة لما منلم الصينية، أوكي، نحن نجمعها لمصاريف الكنيسة، لاحتياجاتها، لمساعدة العائلات، لكل الاحتياجات الموجودة في الكنيسة. فإن أنا بالكنيسة شعورنا من بدايات تاريخ الكنيسة لما كان الرسل يجمعوا الأموال لتقاسمها بين العائلات، عم نعمل نفس الروح، ولكن هذا العمل بحاجة لتنظيم، بحاجة لترتيب. فكان بحاجة لوجود تذاكر، وجود تنظيم، وجود ترتيب، وجود تباعد بالكنيسة. نحن ما بقدر أدخل 1000 واحد على الكنيسة في ظل الظروف الموجودة. نعم. فالعدد قليل جدا اللي نعم. بده يكون بالأمسية. لهذا السبب كان سعر التذكرة نوعا ما عالي، لأنه العدد قليل داخل الكنيسة، والأجواء الروحية والأجواء الترانيم اللي بتتحيها السيدة ماجدة هي اللي بتعطي هذا جو الميلاد وجو الفرح اللي نحن بدنا نشعر فيه، وبنفس الوقت نقدر نقدم الدعم للطالب المحتاج. يعني أنا بتمنى أنه أبونا يلقى هذا الحفلة وهي المناسبة يعني صدى كبير، لأنه بالنهاية عم رسالته أو على الهدف منه عم بيصب لخدمة المؤمن، إن كان الطالب المسيحي في المدارس. لكن أبونا كمان إحنا بدنا يعني كمان نوجه انتباه الناس المؤمنة والشعب المؤمن، انه دايما لما بوجهوا انتقاداتهم يوجهوها بشكل يكون هادف وإيجابي للمصلحة العامة، مش لإحباط المبادرات اللي في خدمة الناس وخدمة بعضها البعض. يعني إجا كتير انتقادات إنه ليش على الهيكل، وليش على الكنيسة، وليش تذاكر، وليش عملتوا درجات في الكنيسة، التذكرة بهالقد الدرجة الأولى، والتذكرة بدرجة الوسطى، والتذكرة بدرجة ثالثة، وقسمتوا الناس فئة أولى وتانية وثالثة. ويعني من هاي ما تأخذني، يعني هذه كمان برضو كمان الانتقادات اللي عم نسمعها من هون ومن هون، وطراطيش الحكي بنقولها طراطيش لأنها عن جد بتزعج، وزي ما بقولك العيار اللي ما بيصيب بدوش. فكيف تقدر تجاوب على هذا الشيء؟ شوفي، دائما بقول أي مبادرة إذا كانت موافقة لإرادة ربنا، ربنا اللي بيوافقها وربنا اللي بيمشي. هلأ للأسف السوشيال ميديا فتحت الباب لكل الكلام، إنه يطلع كان الإيجابي وإن كان السلبي. ولكن اللي أنا بقوله
إنه كنايسنا كانت دائما مفتوحة للأمسيات في الأعياد. نعم فعلا. ونحن بنشوف شوقاتنا دائما كانوا واقفين على الهيكل برتلوا برنموا. والسيدة ماجدة ما بظن في إنسان ممكن يقدر يتكلم على احترامها للكنيسة أو للهيكل أو لأي مكان مقدس. نعم. وأنا تعمدت قبل فترة أني أنزل مقطع من كلامها في كنيسة في الأشرفية في لبنان حتى نسمع الكلام الروحي اللي هي كمان بتوجهه. يعني إنسانة روحانية عميقة لما بتحكي لما بتتكلم بتعطي هذا الروح الإيجابي بعطائها وبتعطي معنى لخدمتها ولرسالتها اللي هي عم تأديها من خلال تقديمها هاي الحفلة المجانية لدعم الطالب المحتاج. وجود فئات في الكنيسة مش حتى أقول فلان أحسن من فلان ولكن كل واحد قدرته للتبرع تختلف. نعم. فأنا قادر أعطي 300 دينار، أنا قادر أعطي 250 دينار، أنا قادر أعطي 350 دينار. فأنا شو قدرتي أعطي اللي الكنيسة اللي على علي كل بعرفها. وأنا كيف نعم. موجود بالكنيسة أنا قريب أو بعيد من الهيكل مش هون المنطلق، وأنه أنا موجود حتى أشارك بحملة الحب والعطاء هاي. حتى من خلال صوت السيدة ماجدة كمان نفرح ونسبح ربنا بأجواء عيد الميلاد. نحن بحاجة كمان بهذا الوضع الصعب الوباء المنمر فيه أنه نزرع أجواء فرح. يعني ترانيم الميلاد هي ترانيم فرح، ترانيم سلام، وهي اختارت السيدة ماجدة هذا العنوان وعلى الأرض السلام. يعني نعم. اختارت هذا الاسم للأمسية حتى بالفعل يكون في نشر للسلام للحب معاني الميلاد العميقة اللي نحن بدنا ننشرها بالفعل. على كل إن هي الأصوات يا أبونا هي قليلة قلة من أشخاص، يعني ممكن كل الاحترام لكل نعم. الأراء نعم. أنا ما عندنا مشكلة، بس نحن بنقول كمدارس وككنيسة نحن دائما كنا منفتحين لكل المبادرات، كنا منفتحين لكل الأشخاص اللي بالفعل قادرين إنهم يخدموا يعطوا يتواصلوا. ونشوف دائما يعني جوقاتنا مرنميننا بهاي المناسبات دائما بيظهروا دائما بيخدموا بعضوا وبزرعوا اجواء هاي الفرح. ومن خلالهم كثير مرات بتصير البزارات في بالكنايس، بتصير هاي المبادرات اللي همها بالاخير هي تغطيه هالاحتياجات اللي موجوده بين عائلاتنا وبين بيوتنا. يعني نحن بالنهايه كنيسه واحده وجسد واحد، اذا تالم عضو بتالم معه كل الاعضاء طبعا. وهذا التكافل والمحبة والتعاون اللي منعيشه مع بعض من خلال مبادرات الخير. فأنا مش ضروري أضلني ألعن الظروف الصعبة، لا، ممكن أعمل مبادرة اللي من خلالها أقدم الخير وأقدم نوع من الدفشة المعنوية للمساعدة للأمام. يعني بصراحة بالنهاية أبونا بنقول يعطيكم العافية، لأنه هاي المبادرات لما بتقوموا فيها هذا كمان جهد أنه يتم الاتصال مع ماجدة والتحضير للأمسية وجيب هاي، لأنه كمان هذه بتشكل كمان عليكم عبء مالي إن شاء الله بيكون زي ما بقولوا الفيدباك لهذه الأمسية زي ما أنت حاطط من الأهداف أنها تساعد في النهاية الطالب المؤمن في مدارسنا المسيحية. وزي ما أنت تفضلت الطالب المؤمن المدارس المسيحية هو طالب يعني أيضا هو من شعب الله، من شعب الكنيسة، من أبناء الكنيسة كمان، فمن أبنائنا. فأي خير بيجي من هاي الأمسية بعم على الجميع. أبونا كيف الإقبال حاليا، خاصة هلا عم شوي الحالات الكورونا عم بتزيد، في تخوف؟ هلا التخوفات موجودة ولكن نعم. الحمد لله زي ما قلت لك الأمور ماشية. الأمور ماشية الحمد لله. هو ب15 الشهر 15-12 الحفلة الساعة 8 مساء يوم بيكون أربعاء في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي. إن شاء الله أبونا بيصير في يعني تجمع كبير، الأهداف توصلوا إلها مثل ما أنتم بتتوقعوا. وسيدة ماجدة الرومي يعني ألف تحية إلها إنها هي ساهمت كمان في رسالة التعليم يعني والمدارس التعليمية من نور فعلا. يعني نقدم تحية لهاي الإنسانة يعني بتحمل بحياتها كل معاني الإنسانية من محبة، من عطاء، من سلام. يعني تحس الهدوء والسلام والفرح بكل كلماتها، بكل تعبير وجهها، لما
لما بتحكي، لما بتعبر عن عطائها، لما بتقدم. بتمنى هذا الشيء وهذا الأجواء هي اللي تنتشر بالأمسية بأمسيتنا بعمان، وهي تجربة أولى. يعني نعم. أنا بقدر أنه يعني هذا النوع من الأمسيات جديد علينا. نعم. بالأردن. لهذا السبب كان في نوع من الرفض أو نوع من عدم القبول. نعم. طبيعي. نتقبل هذا الشيء ونتقبل الانتقاد بكل صدر رحب، ولكن نتمنى من الجميع أنه يتفهمنا ويتفهم الحاجة ويعرف أنه الموضوع كله لخدمة طلابنا، لخدمة مدارسنا، حتى تستمر هاي الرسالة. والسيدة ماجدة مشكورة، هي اللي ساهمت ودعمت هاي المبادرة حتى نقدر أنه بالفعل نعطي بكل قلبنا ونستمر دائما بعطاء. إن شاء الله يا أبونا، إن شاء الله. طبعا ألف تحية لجهودكم، وكمان لجهود كمان وجود ماجدة الرومي. يعني إشي جميل، ماجدة الرومي إلها رسالة إنسانية، إن هي مزبوط إنها هي نعتبرها سيدة الغناء وسيدة الطرب، وبعدين بكل احتفالاتها بتمجد ربنا بكلامها، إنسانة مؤمنة ملتزمة، وايضا بتلاقي اطلالتها كمان ايضا هيك لها روعه ورونقها الجميل. فالف تحيه وسلام عليها كمان ماجدة الرومي، واهلا وسهلا فيها في بلدها الثاني الاردن. هي بتعز وبتحب كثير جداً الاردن، يعني واهل الاردن. فنكون صدورنا مفتوحه وقلوبنا مفتوحه للسيده ماجده، لانها جايه كمان هي توقف معنا برضو بمحنتنا، ان كان من خلال مدارسنا، مدارس البطرة. فنكون لما بننتقد ننتقد بمحله أو بمكانه، فما ننتقد من أجل فقط الانتقاد، ومن أجل أيضا إحباط هذه المبادرات. في النهاية هذه المبادرة رسالتها إنسانية، رسالتها خير، فهذا الشيء اللي مطلوب منا. اللي بيقدر يجي يحضر يحضر، اللي بيقدر يجي يتبرع يتبرع، اللي بيقدر يجي، واللي ما بيقدر يعني ممكن إنه يحط زي ما بحكوا، بحط على اليوتيوب ماجدة الرومي، بقعد في البيت وبحضر مثل ما بدكم. انتوا حرين، اعملوا اللي بيريحكم. في النهاية اللي حابب يجي يحضر ماجدة الرومي في 15 الشهر الساعة 8 يوم أربعاء، بيكون في كنيسة إطلاع العلي، كنيسة قلب يسوع الأقدس. أهلا وسهلا في الجميع، والخير اللي بيقدر يقدم الخير مهما كان، إذا كان عن طريق أمسية، أو من كان صندوق الفقير، وإن كان صندوق الرعية، إن كان صنية الأحد، فكلها بتصب للخير العام. فشكرا للجميع. أبونا نحن شاكرين لك في نهاية حلقتنا على هاي الحلقة وهذا التوضيح، وأيضا وجودك معنا في هذه الصباحات، وإطلالتك دائما الصباحية الجميلة اللي دائما احنا بنعتز فيها، وانت صديق للنورسات وصديق ايضا لنا في مكتبنا بالاردن، احنا بنقول صديق النورسات ايضا في لبنان كمان. فدائما ان شاء الله اطلالات مجددة، ان شاء الله نحكي عن كمان بعد حفلة نور ماجدة الرومي، نحكي عن النجاح الباهر اللي تحققوا، ونتمنى لكم اياه ان شاء الله. نحن نرجع يعني لبداية حلقتنا، انه اذا كان في نجاح وشعاع لمجد ربنا، مش لاي شيء اخر، مش لشيء ثاني ولا لاي انسان اخر. يعني اللي العمل اللي صار هو لخدمة الانسان المحتاج والطالب المحتاج، وبالنهاية هذا الشيء هو بمجد ربنا. فإذا نجح احنا مجدنا ربنا. أكيد. ما بنجح لا سين ولا صاد ولا اي ناس اللي نجح، وانما هذا الشيء كان بنعمة ربنا ولتمجيد ربنا. امين يا رب، ان شاء الله يا ابونا. وصباحكم جميعا نور للجميع اللي كانوا على البث المباشر، اللي بيرافقونا على فيسبوك، واللي رافقونا على تلفزيون نورسات وتليلومير، ايضا حققوا اطلاق هاي الحلقة، من كان فريق الاردن وفريق نورسات بنوجه لهم تحية، ونتمنى انه استمتعتوا بهاي الحلقة، وننتظركم يوم الثلاثاء القادم الاسبوع القادم في نفس الموعد الساعة 9 صباحا. فصباحكم نور، وإلى اللقاء. أبونا تعطينا البركة النهائية وننطلق بسلام المسيح. بركة الرب القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس،
تحل على جميعكم وتستقر دائما في قلوبكم بالسلام. آمين. آمين يا رب. صباحكم نور وإلى اللقاء. مهما الناس بتبعد عني وبتعيرني عشاني فقير، رافع راسي وعمري ما بنحني، ملك الكون شايفني أمير. مهما الناس بتبعد عني وبتعير عشاني فقير، رافع راسي وعمري ما بنحني، ملك الكون شايفني أمير. أنا ابنه لملك الملوك، ميراثي في الملكوت، عالي مقامي مهما بعاني في العالم الفاني المحدود. هو لحاله بيكفيني وبسلطانه بيحميني، ابنه ناداني على لساني وعلشاني شاف الموت. يلي علي فقير، أنا ابن الملك أنا أغنى أمير. يلي بتقولوا علي فقير، أنا ابن الملك أنا أغنى أمير. مظبوط أنا من لفيت بحرير، بس أنا لافف حالي بيسوع، ملك الملوك عز وفخري، ملك الملوك جرب فقري، ملك الملوك عز وفخري، ملك الملوك جرب فقري. هواني على كسر ظهري، خلاني مع راسي مرفوع.